السلام عليكم حبيباتي، اليوم راح ندير لكم طبق جزائري اللي هو شطيط حاجات. يمشي بزاف في هذا الشهر اللي هو شهر ديسمبر، مام في الشهور الاخرى. عندنا نبدأ بالمكونات تاعنا. عندنا اولا هذا الطبق يطلب لحم دجاج اللي كما نعرفوه. انا عندي هنا كونجري قطعته البارح. عندي الحميصه، هذه الحميصه راني ديجا غسلتها من قبل، غسلتها ومن بعد غليتها، حتى غليتها باش تنحلها هذيك الريحه تاع تطلق واحد الريحه اللي تنحي. شوفوا كي طيب، طابت هكذا نص طياب، يعني مشي بزاف مي نص طياب. عندنا ايضا هنا حبه طماطيش مفرومه، عندنا نص ملعقه من ملعقه اكل طماطيش مصبره، وعندنا حبه طماطيش رابيسها. عندنا ايضا الملح، عندنا فلفل احمر، عندنا فلفل اسود، وعندنا كركم. ايضا عندنا هنا زبده، وعندنا 4 سنين ثوم كبار يكونوا ملاح لانه شطيط تحب الثوم. عندنا البصل والحر بطبيعه الحال حسب الاختيار، اللي يحبها حاره يزيد الفلفل. نمر الى طريقه التحضير. هنا في قدرة نحطو زبدة تاعنا، نقص الغاز شوية، نضيفو أطراف اللحم تاعنا مع الزبدة. ونخليها تتقلى حتى تجمر. هنا بعد ما جمرنا اللحم تاعنا في الزبدة، نضيفو الملح حوالي نصف ملعقه صغيره، مش بزاف لانه انا مانيش راح ندير لكم هذه بزاف. نضيفوا له البصل نكربجوها اللي درناها من قبيل، انا الشطاطح نحب ندير فيهم البصله لانه كاين اللي ما يديرش فيهم، انا نحب ندير فيهم لانه يعطيها ذوق. نزيد نكرفج ثوم. ثوم ما ديريهش مع الاول لانه راح تحرق لك مع الزبده، لازم تضيفيه معاه بعد ما تخلي اللحم تاعك. نزيد نفص الرابع. فرقة نزيدو الحميصة نتاعنا باش تتقلى مع هذاك البصل والثوم. نزيدو نضيفو معاه نص ملعقة كركم، أنا نحب هذاك اللون تاعو، هذاك يجي يعطيها لون رائع. فلفل عكري، إذا حبيتي ديري شطيحة بمرقة بيضاء نفس المكونات، نحي غير الفلفل الأحمر، تجي ثاني الذوق ما شاء الله. هذا فلفل أسود. نحركه Thank you.
في نفس الوقت اللي راهي تتقلى فيه شطيحه تاعنا راني ديجا حطيت المقبل، حطيت هنايا الماء يسخن لانه ثاني تجور كيما العاده انا نحب الماء سخن في المرقه تاعنا. نضيفوا لهذه شطيحه، نضيفوا لها طماطيش مصبره والطماطيش حب مسكرجة. انا نحب الطماطيش ثاني مسكرجة تعطيها جو هايل. نزيدو نضيفو فلفل احمر، انا نستعمل هذا الفلفل لانه حار بزاف، نستعملو توجور، والاخضر نديرو في حالات فقط. هنا دوكا نمرقو بعد ما تقلات كل المكونات تاعنا، طماطيش مصبره وطماطيش حب، وديك نمرقو. كي نمرقو نحطو على نيكوتي، ما نحطوش على اللحم ديريكت باش يحافظ على لي زيبيس تاوعو، وما نديروش الماء بزاف لانه عندي الحميصه تاعي طايبه وعندي الدجاج على بالنا بلي يزرب يطيب. وعلى هذه ما نكثروش بزاف جيس ما يتقلى ويطيب الدجاج تاعنا لانه ساهل باش يطيب. هكذا دوكا نغلقوا عليها ونشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. هاي الشطيحه تاعنا جاهزه، غادرناها في صحن التقديم، جات الله يبارك ما شاء الله، جات هايله، جات سواء في البنة ولا في الشكل. نقول لكم بصحتكم، وما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وتشتركوا في القناة لاشين تاعي، والى اللقاء في اطباق اخرى ان شاء الله.